لم يعد اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي لبحث مسألة قانون الانتخاب اقتراح فئة بعد أن حصل على غطاء اللقاء الماروني الموسع الذي انعقد في بكركي، علما أن هذا الطرح يعتبر لبنان دائرة انتخابية واحدة تنتخب كل طائفة ذاتها وتعتمد النسبية في العملية الانتخابية مع الاحتفاظ بتمثيل كل المناطق اللبنانية وفقا للمعمول به. أهمية الطرح الأرثوذكسي أنه لامس الوجدان المسيحي العام والوجدان الوطني، لأنه المدخل لتحقيق حياة وطنية وعيش مشترك حقيقي هو أن لا تشعر أي شريحة من الشرائح بأنها قيد غبن. ويعتبر مؤيدو الاقتراح أنه ينقل الصراع المرضي بين الطوائف إلى تنافس حي ضمن الطوائف ويؤمن صحة التمثيل والمناصفة الفعلية وفقا للمادة 24 من الدستور، ولكن هل هو قابل للتطبيق في لبنان؟ طائفة الموحدين الدروس تنتخب عمليا نوابة، طائفة السنة الكريمة تنتخب نوابة، طائفة الشيعية تنتخب نوابة، لذلك نحن لا نسمع شكوى، بينما الطوائف المسيحية موزعة وفقا للقانون الذي هو ضد الطائف وضد الدستور، يؤدي إلى استلام كمية كبيرة من النواب بكنف الزعامات للكيانات المذهبية الأخرى. طب الفرز؟ هذا ليس فرز. اليوم نحن نعيش حالة الفرز بامتياز، ونعيش حالة صراع بين الطوائف. الطبق الذي تتقاتل عليه الطوائف هو الطبق المسيحي، أليس كذلك؟ ألا يوجد صراع ومحاولات فتنة سنية شعلية على هذا الطبق المسيحي، من يحصل منه أكثر من الآخر؟ نحن نحاول، ولقاء بكركي حاول أن يخرج هذا الطبق من دائرة الصراع، وأم نجيب الصراع من بين الطوائف أم نفوته لجوات الطوائف لحتى نفرز على قاعدة النسبية جوات الطوائف طيارات مختلفة ضمن كل طائفة فتذهب إلى اتفاق كبير، فيكون هناك كتلة وطنية تضم كل الطوائف، كتلة دستورية تضم كل الطوائف، تكون صالحة هذه القوى أن تضع قانون جديد خارج إطار القيد الطائفي. الدافع عن غطاء إسلامي لهذا الاقتراح تحديدا، هذا أمر يتطلب حوار هادئ. الطائفيين الذين يريدون أن يدعوا أن هذا يؤدي إلى عزل طوائف، شرفوا اعملوا، خذوا بعين الاعتبار، أعطوه حصة للشريحة العلمانية. وتشير المعلومات إلى أن اللجنة الخماسية المنبثقة عن اجتماع بكركي ستبدأ التحرك والتنسيق مع مختلف الأطراف في الأيام المقبلة على أن يشكل المشروع الأرثوذكسي نقطة انطلاق نحو أي حوار.